ولكن هناك أيضا عدد من القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية اللي تمثل لنا فرص نمو واحدة على مدى الخمس سنوات القادمة، من ضمنها قطاع السياحة الدينية، من ضمنها قطاع الترفيه. السعودية فيها مجال كبير للنمو خصوصا في المجال العقاري، ونعتقد أن انفسكوب بخبرتنا العالمية نقدر نلعب دور رئيسي في برامج التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. هناك توقعات بنمو القطاع ب 5.5 بشكل سنوي مرتب على مدى الفترة من 2022 إلى 2027. المملكة العربية السعودية فيها نقص كبير في قطاع المستودعات ذات الجودة العالية اللي تقدر أن هي تخدم قطاع النمو الكبير والمتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية، في قطاع التجزئة، وفي القطاع الصناعي.